تربح 25,000. غير لنا على السحر، حط لنا على قناة ثانية. بس شي خمس دقايق يخلص. 50,000، خمس دوري باستعداد. ليش عم تتفرج علي يا نصيب؟ سحب لك شي ورقة يعني؟ لا بس مسجل رقم الورقة اللي حضرتك شقيتيها. لا تشوف. لا خلص ما في شي. أعطيني. سجل عليها رقمين. في هذا صاحبي سهيل عرفتيه تبع، هو ساحب نمرة وطلب مني إني شوف له إياها. وضعك تكون اخذ شي ورقه جديده. ها ساسوكي قومي خدي اخوكي وفوتوا لجوا. ابي بس تشرب شاي. صاحب مساج حضرتك، قوم فوت لجوا الضب. 23,80,123 تربح 50,000. انت شلون بتحكي معي هيك قدام الناس؟ لو ساحب نمره رح خبي عنه، ولد صغير انا. لا مو ولد صغير، بس اذا تعودت هالعاده بتصير معك سوسه. لا تخافي، خلينا نشوف. ربحت! شو مالها ربحت! ربحت 5,000 ورقة! اوعك تقلي ان الورقة اللي شقيتها هي اللي ربحت! لكن بلا اللي شقيتيها شوفي! ما كنت عرفانة انه بدها تربح؟ الله يصلحك! هلا لو اجونا 5,000 كانوا بيمغصونا هدول! 5,000 لا بيزيدوا ولا بينقصوا! لا سيدي بيزيدوا بينقصوا! انا عندي مصاريف بلاوي، عندي تصليح سيارتي، هويتي مرهونة، الرجال المريض اللي انا ببلي بمصاريفه. لك اخ هذا اللي ما بيحسب، واللي ما بيحسب ما بيسلم. 5,000 اخ، 5,000 اخ، 5,000 لك على القليل كانوا رفعونا 5 سنتي من جوره اللي نحن فيها. وين كبيتيها؟ بزباله. كبيتوا زباله بالحاويه؟ لا، ليش انت واولادك تشتغلوا شغله اذا ما حدا قالكم عليها؟ معي منيح شو مالها؟ الرقم مو مبين. مستحيل، نكش الزباله نكش. انت متاكده انك كببتيها بزباله؟ شو بيعرفني؟ بجوز شقفة رايحة هون ولا هون؟ قومي افتحي الباب. مين؟ مساء الخير خديم حسام، أبو حسام هون؟ ايه هون. سعيد؟ أهلي يا سرور، تفضل. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. شو انت اذا ما حدا سال عنك ما ببين؟ لك اخي انت شغلتك اهون مني، انا متجوز، انت عزابي. صحيح انا عزابي، بس شغلي 24 ساعة بال 24 ساعة حبيبي. خلص بنعتذر ها؟ شو قهوتك؟ وسط. ساوي لنا قهوة وسط. تفضل. يلا يلا. شرف شرف. اهلا وسهلا عمي سرور. شرف اخي، هي 50,000 ورقة مشان بكرة. لك يا هيك الاصدقاء يا بلا. انت اصلي لك سرور، اصلي. كنت محتار منين بدي امنهم انا. ما بتصرف منه ولا فرنكا، وعد الجماعه رجع لهم اياهم بكره. شلون هي؟ اسمع لالا، اعرب لي اياها، اذا اخذوهم هدول زوار الفجر النصابين شلون بدك ترجعوهم؟ ولك انت ما عليك، انا ديبك. ايه؟ ديبي؟ لك لا، عم تصوي صوي اذني. في حدا قادحني دعوه مرتبه. لك وفاء شلونها؟ ما بعرف، صار لي فتره ما رحت شفتها. فتره قديش يعني؟ يعني شي 10 ايام. لك شو بدي بدك تبهدلينا مع الجماعة؟ ليش عم ترفع صوتك؟ أنا عملت شي؟ الحرمة ما معها حق خبز الطعم ولادها، كان بدها تطلع تضيع عنا لخليك بالشام ونحن بديبك، بهدلنا نحن. إيه؟ ولو كان، ما في داعي تصرخ. أنت قلت لي روحي وما رحت؟ المفروض تروحي لحالك من غير ما أقول لك روحي، لأنه يا خانم يا بنت الأبريقي، ابنك اللي خبط جوزها ولزقه بالحيط، يعني نحن مسؤولين عنها ولازم نضل ديبة للأخير نحن. ما زال عندك هالإنسانية الكبيرة، ذكرني كل يوم لك. لك هي اسمها قلة وجدان، مفروض تروحي انت لحالك من غير ما أذكرك. أصلاً أنا نسيت الشغلة كلها. وأنا كمان نسيت، ولا أنت رجال بيحق لك تنسى وأنا مرة ما بيحق لي؟ يعني بضل المرة همها أقل شوي. وليش همها أقل؟ بالعكس، المرة إحساسها بالمسؤولية أكبر. بلا حكي فاضي جمانة، بلا حكي فاضي. هذا الكلام بتقولي لطلابك اللي قاعدين ورا المقعد، مو إلي أنا. بضل الرجل طول عمره احساسه بالمسؤوليه اكبر. لو بيحس بالمسؤوليه اكثر ما كان بيورط حاله واهل بيته كل يوم بورطه جديده اكبر من الثانيه. صباح الخير. من طلعت الضو خرمت عليك، قلت بيجي انا وجمانة بنشرب قهوه عندك، تفضلي. من الصبح وهو يقول لي منصور ومنصور، منصور ومنصور، قلت له يا رجال خلينا نلمسها، قال لا الا الصبح. مرتخي؟ يعني جوزك متعود على المخاتلة، بس انت يعني ما بعرف، ما في اضطرار لهالمخاتلة. يعني شو اول جابرك حتى تخاتليها مثله؟ ها
ليش هيك عم تحكي؟ شو قصدك؟ قولوا قديش بدكم وبلا لف ودوران، انا بدي روح على شغلي. روق ابو النصر، نحن رحنا عند الخضري نقينا شوية خضرة لوفاء، هي مرته لهذا الرجال اللي ضربوا ابني ولزقوا بالحيط. بعد ما نقينا الخضرة اكتشفنا انه نسيانين المصاري بالبيت. ها بسيطة، رجع على البيت وجيب المصاري. المشكلة انه بالبيت ما في مصاري. قديش بدكم؟ ما بتفرق اخي، اللي بيطلع من نفسك منيح، 500 600 1000 انت وبقايا ضميرك. خلاص خود هي 500. وقف على حيلك ناولني اياها، اخوك الكبير انا. هي 500 اكيد انت ما رح تشتري لها اناناس وكاوي. لا رح جيب لها بطاطا. لمين؟ لوفاء. لك ليش شو الموضوع؟ شبابك هي مرته للرجال اللي خبطوا ابني ولزقوا بالحيط، كم مرة بدي اعد لك اياها؟ يلا شو مالها؟ يا حليل قضيت على هيك. سيدي ممكن نعرف على شو عم تفتشوا؟ هلا بدي خليكم تمثلوا فيا حكم العدالة وتسمع على كل أهل الجيرة. سيدي ممكن نعرف على شو عم تفتشوا؟ يا ريت تجاوبني سيدي. لاحقين لاحقين تعرفوا. هالمسجلة هي منين جايبينها؟ شارينا من السوق طبعا. وشو الأسباب؟ في معها كفالة؟ فرجيني يا حسام تقبر قلبي، الكفالة عندك، روح جيبها. كفالة مو عندي، عند علاء. كفالة مو عندي، عند سلوى. كفالة مو عندي، عطيتها لحسام. كفالة مو عندي، عطيتها لعلاء. كفالة مو عندي، عطيتها لسلوى. كفالة مو عندي، عطيتها لحسام. خلص! لا تعذبوا حالكم، ما رح تلاقوها قد ما دورتوا. لا لا سيدي موجودة، عن جد عم بحكي معك سيدي. جوزك وينه؟ ماله هون، راح ما بعرف لوين راح. امتى بيجي؟ ما بعرف، بس يرجع بخليه يجي يراجعكم. مرحبا يراجعنا، امالي متزحزح من هون قبل ما اخده من هون موجوده. طيب سيدي فهمونا شو التهمه. سد حلقك عمو، قصده بس نعرف شو التهمه. سد حلقينك. ممكن سدي حلقك. لك خلاص امي خلاص، قالكم سدوا حلقكم يعني سدوا حلقكم، ما شايفين شو ما بيلحق معه؟ سمعتك، بكره بس تصير امك تعمل كبه لبنيه ويا لنجي وتاخذوا له اياهم لابوكم على سجن عدرا بتعرفوا القصه. ليش على سجن عدرا يا سيدي؟ سعيد ما بيأذي النمله. اذا كنتي عم تخبي عليه فبنصحك خليكي ساكته، احسن ما احجز لك محل بسجن النسوان بدوما بلد الواويه، واذا كنتي ما بتعرفي شيء فاحسن لك خليكي ساكته لأنه الأدلة كلياتها ضد جوزك يا مدام. سيدي أنا بدافع عنه بدون ما أعرف، سعيد ما بيشتغل شغلة برات القانون. مغشوشة كتير بجوزك يا مدام، على ما يبدو قلبك طيب كتير. يو صار لي عايشة معه 20 سنة، بعرفه مثل ما بعرف حالي. معناها ما بتعرفي شي، يا أما هالميول ظهرت عنده من جديد. أي ميول؟ بس يجي بتعرفي منه بيقلك لحاله. استريح انت وياه. شو رو لحالي على البيت؟ ليه ما بدك توصلني؟ هيك اليوم قلبي ناقزني ما بدي اروح على الحارة. شو قلبك ناقزك؟ لك شو انا مالي حاسب حسابي طالع بواحد الحفر. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، خود هي 5 ورق اطلع بالسرفيس. لك شو بالسرفيس؟ ليش ما بدك توصلني؟ لك هيك قلبي ناقزني حيوان اخي ما بدي اوصلك. تفيح عليك، معتبرك صاحب انا يا عم الشوم عليك. لك شو؟ شو؟ هيك اشتكوا علينا مشان الحفر. إيه ما في دليل انه نحن اللي عم نحفر. لك بتهمة الحفر على الآثار. هدول بيخافوا من الشرطة، بيخافوا يبرقوا من جنب الشرطي بوقف شعر راسهم، انتحال صفة وابتزاز والله أعلم شو كمان. معناتها بدنا نوقف الحفر نحن مؤقتا، هلا بنحفر بغير محل لبين ما تكون تناسيت القصة هون بعدين بنرجع لها. ماشي، ما بدك توصلني؟ ما راح أوصلك، قلت لك ما راح أوصلك، لا تمسى لا تمسى بكره، ها ساعة ما المسا بتجيها. ماشي، الله لا يعطيك عافية بس، فيح عليك من بين الصحاب. خيو مندور عادية تانية وبنحفر إلا نلاقينا شي. شو وطي صوتك؟ وين ما حفرنا من طالع البلد محشية مثل الرمانة، أنت ولا يقول لك فكرة، روح كسر. ماشي الله معك. السلام عليكم. الله معك. الله لا يوفقك، إن شاء الله بتبنشر. أنت
اتركني لها، إلهي ما بيتركني. إن شاء الله ما يكون حدا سمعنا. قضي عمره الواحد بحفر السياقات، على طول نضل عم نحفر. مرحبا. عفوا يمكن مخربت ببيتنا. السلام عليكم. مشي معي العنسات مساعد، مشي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. وين غلطت يا رجل؟ ما بتقول في عندك بيت ولاد؟ خير شو في؟ اشتقنا لك، صار لك كذا يوم ما شرفتنا. عفوا ممكن افهم شو عم تعملوا هون؟ يشرف معي على المغفر وهنيك بفهمك كل شيء. صحيح، اذا عندك بدل داخلي او شحاطه زايده خدها معك، لانه هالمره قعدتك مطوله عنا كثير. عفوا قيم ايدك، اسهل من هداك. انا ما بتحرك ولا خطوه قبل ما اعرف شو التهمه الموجهه الي. انا مواطن ومحمي بهالبلد، واللي حاميني هو القانون، والقانون هيك بنص. يا سلام، صفقوا له. خلاص. لك انا اكره شيء علي، بس الحرامي يتشدق بالقانون. بابا انا مو حرامي. بس انا كنت بتمنى انه يكون عندكم اب صالح، بس للاسف احسن من هيك مسطره الله ما طعمكم. شفت، حتى الاطفال الابرياء قالوا لك انا رح امشي معك معلش وبدون مقاومه، لانه القانون بيضمن لي حقي. اللائحة الدولية لحقوق الإنسان بتحكي عن حقي كمواطن وكإنسان. وشوف إذا طلعت غلطان معي هالمرة، تعال لك بدك تعتذر. خلصت؟ خلصت. اطلع لبرا ولا أكل هوا. لا ولو، تسلم الله يكبر واجبك. تفضلوا أنتو شهر. شكرا. حاضر. وهلأ بدك تخبرني بالتفصيل الممل من طقطق لطقطق مشان طق. شلون فت على البيت؟ وشلون سرقت الاغراض؟ وين خبيتهم؟ ليش شو التهمة هالمرة؟ من كم يوم؟ تحديدا يوم 13 بالشهر، حضرت جنابك، ما بعرف إذا كان معك حدا، قمت بعملية السطو المسلح على منزل بمشروع دمر. الساعة الثالثة ليلا. فصل لك ولا تكفي عني؟ هالحكي مو صحيح. أنت كنت بالحادثة، احكي لي الحكي الصحيح. لك شو قصتك انت؟ ما في غير عم تتبلاني يا اخي. ما بصير تتهمني هيك جوزافة. انا مواطن بهالبلد ومواطن محمي، والقانون بيحميني، ولائحة حقوق الانسان على هيك بتنص. لك حاجة تفتري علي وتتبلاني يا اخي؟ لك مفتري انت، مفتري. اكيد ما عم بفتري عليك. الجماعة اليوم وهن عم يعزلوا لهويتك وقعت على الغزانة. بس الهوية انا صار لي اسبوع مضيعها. شي طبيعي، ولقوا اولاد الحرام وزتوها بمكان وقوع الجريمه مشان يلزقوا التهمه فيك، مو هيك بدك تقول؟ ما بعرف شو اللي وصلها لهنيك، بس انا صدقني مضيعها. وليش ما بلغت عنها مشان نعمل ضبط طالما مضيعها؟ قلت لحالي بجوز تكون واقعه هون او هون بالبيت، بتاكد بعدين ببلغ. فيك تقول لي وين كنت ساعه وقوع الجريمه؟ وامتى صارت الجريمه بالضبط؟ 13 الشهر الساعه الثالثه ليلا. بس اوعى تقول لي كنت بالبيت وتشهد لي مرتك. طبعا مرتك رح تشهد شهادة الزور مشان ما تورطك. لا مو مرتي اللي رح تشهد هالمرة، انت رح تشهد معي. انا لا بعرفك ولا بتعرفني. انا ب 13 الشهر كنت مكموش عنكم بالمغفر من الساعة واحدة وضليت للصبح، صح؟ صحيح 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 صحيح. امسك هي هويتك، وتاني مرة اذا بتضيعها دغري بتقدم ضبط. مو متذكر وين بتضيعها؟ ما لا سيدي، فجأة ضربت ايدي على جيبتي ما لقيت. انا انتبه تاني مرة، لو ما كان عندك دليل دامغ على مكان وجودك ساعة الجريمة كانت السرقة لبستك لبس. حاضر. احتمال نستدعيك للتحقيق كشاهد، اوعى تسافر لمحل. حاضر. يلا الله معك. شو عم تستنى؟ لا سيدي، شو الله معي. لا انا فوت الحمام ومثل الطلعة منه. بدك تعتذر لي سيدي؟ شو؟ نعم، وإلا برفع عليك دعوة بوصلها لفوق. بدك تعتذر لي يا وليد؟ لا بلا ما تعتذر. أنا بعتذر. ها بعتذر.
كنت قلن على الحقيقة منشان يكمشون. يخز العين طالعة زكية لأخوكي انتي. بيت الأبريقي بنقط منكن الزكا تنقيط من الزنبوعة. إذا كمشوهم بعد ساعة بيرجعوا بيكمشوني لأنه جريمتي أكبر من جريمتهم. شو نسيتي وين شلحوني الهوية؟ وإذا رجعوا كمشوهم واعترفوا عليك شو بدك تعمل؟ ساعتها لكل حادث حديث. دهيلي للولاد. ليش؟ بدي أعمل اجتماع عائلي طارئ أنا. ما حرزة تكلفني بهالمهمة ولا ما بتقدر تنده وأنا موجودة؟ مو حضرتك وزارة الداخلية هون؟ ايه قومي مارسي نشاطك يلا ناديله. حسام علاء سلوى خير ماما. شوفوا ابوكم شو بده. فوتوا بابا فوتوا. طول القعدة بابا. ليش عندك مواعيد؟ لا مشان انطعج الصفحة اللي وصلت لها. طعجية. طولي القعدة بابا؟ ليش؟ بلعو بابا أنا لا وراي ولا قدامي قد ما بدك طول. لأنك بتفهم أنت سكر المغارة. لا تطول محاضرتك على الولاد اختصرها عندهم دراسة. وأنا كمان عندي دراسة كلهم كلمتين ورد غطاهون. اسمعوني منيح أنت وياها وياه. بدي إياكم من هلا ورايح تتبعوا كل أساليب الحذر والحيطة. بدكم تفهموا علي من أول كلمة. ما في بريء بالعالم دخل السجون قدي. تحمل حالك وإلا روحي لعند خالتي لحتى تستوعب. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ليش عم تصرخ على الأولاد؟ شو هن اللي عم يفوتوك ولا أنت اللي عم تدفش حالك هيك دفشات؟ خلص المحاضرة انتهت يلا كلكم على غرفكم يلا. أنت ما بتقدر على غرفكم روح لهديك القرنة يلا. جمانة لما بكون عم ربي الولاد ما بتتدخلي نهائيا فهمتي؟ شلون ما اتدخل؟ ليش انا امهم ولا مرت ابوهم؟ امهم بس انا ما صرخت عليهم الا لانه الي غايه انا. غايه شو؟ لك اكل شرشح عيار ثقيل بالمخفر، متبهدل بدون ما اقدر افتح تمي، مسحوا في الاراضي وبهدلوني، وبدي فرغ الشحنه بتقع اذا ما فرغتها، اذا عليكم ما صرخت ورجعت استعدت رجولتي بالبيت، قدام مين بدي استعيدها انا؟ إذا المساعد عقدك مو ضروري تعقد الأولاد. مين بدي عقد؟ عقدك لك يعني؟ مو ناقصني عقد أنا، العقد اللي فيي بسببك بدي عمرين لحتى تنحل، مو عمر واحد. ماشي، ما عاد عقد حدا، بدي أحصر وأكبت بنفسي، بس إذا شي يوم انفجرت لحدا يقول شبك! أمي يا بي، علاء بدري شو صار له؟ شو صار له؟ ما بعرف أنا ما بعرف ما دخلني، كان عامل أصابيع رجلي هيك وعامل هيك، ما بعرف. يا رب بدي تعال علاء شو صار؟ حسام فهمني شو القصة؟ روح ورا الدكتور مازن بسرعة. علاء 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 حاجة تنويح شبكم طوي بالكم لنشوف شو بده. علاء وقفنا شو؟ في نبض جيبي لي مراية. لك هلا بقت المراية شو بدك بالمراية؟ لك شبكي عم تعيطي علي هذا ابني مثل ما هو ابني. علاء المراية مشان نشوف إذا عم يتنفس ولا لا بسرعة. هاتي لشوف. علاء ليك في غباء. لا مو أنا مسيه؟ شو؟ في غباشة عم يتنفس بس النبض ضعيف يمكن معه هبوط بالضغط. يا خطر يا الله. مو خطر بابا بس ما بعرف الأعمار بيد الله. ما شو الأعمار بيد الله؟ قول كلمة طمعي. شو دكتور أنا؟ يلا رح ألبس مشان لحيت دكتور. شو بابا أهمك؟ علاء وين أنا؟ بالجنة ما؟ لا لا أنت هون بالمستشفى بالحفظ والصوم طمع. نادي لأبو إذا بتريدي لكو برا. خليك خليك. عفوا طمني دكتور. ولا يهمك اطمن صار مثل الحصار وأحسن. يا عم شو عليك يا حيف عطشان اللي بتخمى بدون سبب. بدون سبب أبي بدون سبب. حصاب حط إيديه ورجلي علي وخنقني. ليش خنقك؟ كنتوا عم تمزحوا مزح جماشي مثل العادة. لا مو مزح جماشي. ما لقيته غير مسكر لي انفي ومناخري وقدري وما خلاني اتنفس ما بعرف ليش. طيب ليش بده يخنقك؟ ما بعرف يمكن مشان الورثه. خليك معي انا ورثه اذا صار لك شيء اخوك بده يوفي ديوني. قال ورثه قال بس انا بفرشي انا بفرشي. طب البلد استاذ سعيد استاذ سعيد شايف عيونه ماما؟ ماما مين سعيد؟ شو صار معكم؟ اه سعيد معكم شاولة ورا شاولة ورا. لا بابا ما
مزبوط اللي صار ولا مو مزبوط؟ بابا خليني احكي لك القصه. ما بتحكي شيء اللي انت خلاته لعلاء ولا ما خلاته؟ ما بدك تكون موضوعي. ما بدي موضوعي يجاوبني، خلاته ولا ما خلاته؟ خلاته. ابي دقيق وينك؟ دقيقه يا لا راح لي الهوا ما لا راح لي. شو صار؟ شو صار؟ شو؟ شو؟ اطلع من الاسعاف، مدري شو صار له. هذا هذا. الله يستر. شو يفعل شو؟ شو؟ لا عنجو. دول لا. دول لا. الله يستر. الله يستر. أنا بصراحة ما كان قصدي إنه تجي البكلة تبع العشاط بنص مصدغك تفجك، قلت لحالي بتجي بس الجلدي على خلقتك. انسى بابا. ما عم بقدر انسى لأني أنا غلطت أنا. بابا أنت ما غلطت، مين قال هالحكي؟ لا أنا غلطت، ما بدي مين يقول لي إذا كان غلطت ولا ما غلطت. غلطت. ما حدا بيقول لأبوه غلطت. آسف. عود، عم بحكي معك العين مغرفة الكلام، شبك طلع بخلقتي. طلع بأدب ولا؟ بعتذر. شو يعني عم تمسخر بتعتذر؟ خلاص انا اللي عم بعتذر منك مو انت بتعتذر مني. لك شبك قوم من اللعبه، خليتي قوم تضرب انت واللي بيعتذر لك. قعد لي مثل الحيط. طبش الباب. ليك ابن النايحه ليك. قولي عني ما تقول نني صعب الوصول، اللي ما يطول العناب حامضا عنه يقول. خير يا طير، شايفتك عم تكوي بنطلونك، لوين رايح؟ نويت اشتغل بالكازينو، الشغل مو عيب. حكيت مع ابو شوكت صاحب الكازينو قلت له اني رايح لعنده. كان لازم تنوي من زمان. كنت ناوي بس كان ناقصني حدا يتفشني، ومثل ما بقول مثل تفشني وشوف ما راح كمله. وهلا مين اللي دفشك؟ سهيل. تخيلي من اول يوم دفشته فيه طالع الف ورقه براني. قولي عني ما تقول اللي ما يطول العناب حامض عنه. صحيح، على سيرة سهيل صار معه شيء جديد؟ مشى القميص؟ ايه. الله يصلحك يا جمانة، أنا عم بلي حالي بحي الله شغلي مشان ما أتذكر السيرة، ما صار معه شيء. ما في أي دليل ضدك، القميص في منه مليون واحد، شو ما في غيرك عنده منه؟ أنا مو هاكل هم حالي، هاكل هم سهيل أنا. ما في دليل ضده حتى لو شكوا فيه. بيعرفوا بري بيرجعوا بيعفوا عنه. قاضي حضرتك. مين؟ 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 مرحبا أونكل سعيد هون. ايه هون، تفضلوا. قلنا لك مرحبا، قولي أهلي. ايه ما تركت لي مجال لك أهلي، قلت مرحبا وأونكل سعيد هون، تفضلوا. تعرف على بنت عمك، تعرف. بعرفها، شفتها المرة الماضية. بنت مثل القمر، مو ناقصة شيء، تركتها للغريب والحيط من جيرانك. لا للقريب ولا للغريب، ما في حدا. عم تسمعك إنها فاضية، فهمت ولا أشرح لك؟ ما عم سمع حدا، أنا بكفي دراستي. بتكفيها شوات من عمك، ما صار شيء. يا بلد. شوفي. أهلين عمي، كيفك أونكل؟ مرحبا. بلا أمكلي ما بحبها هاي. إن شاء الله بخير. الحمد لله. أهلين، الله يرضى عليك. خلاص الله يرضى عليك، تفضلوا تفضلوا. شو ما ناس هاوينا هو، الله يرضى عليك. على عيني. شو خير إن شاء الله، زيارة عادية ولا وراء الأكمة ما وراءها؟ لا مو زيارة عادية، وراء الأكمة ما وراءها. إيه شو وراء الأكمة؟ في كذا شغلة. أول واحدة جينا نقول لك انه ابي باع البيت تحت حمايه الشرطه. انتوا اللي جبلتوه يجيب الشرطه، لو تركتوه من الاول يبيع ما كان صار هيك. يلي صار صار، نحن اجينا لعندك مشان تحكي لنا معه يعطينا كل واحد حصته. ماشي يا عمي، اذا كان هيك بخدمكم، بس ما في اي ضمانات يلبي. ابو زهير عقيد بيت النايحه وبعرفه، يا جبل ما يهزك ريح، تنح، دق المي وهي مي. ما بدنا منا غير تحكي، ابي ومنعرفه، ما راح نضمن لك النتائج. يا ميت اهلين وسهلين، شرفتوا. الله يديم مهلتك مرت عمي. اهلا وسهلا. الله يخلينا اياك يا مرت عمي.
خليكي مرت عمو، وهلا صار دور الشغلة الثانية وحابب تكون مرت عمي على الحديث. خير، أي حديث؟ بدنا نجوز سمير، بيته عنده، صار عمره 25 سنة، قد الشنتير، عنده محل وشغله ماشي، ما حلو يتجوز؟ إيه حلو. ونحن هيك عم نقول، بس كمان ما بدنا إياه يتجوز حي الله جوازي، هيك ولا مو هيك؟ هيك، لازم يتجوز البنت اللي بتناسبه. سمعت مرت عمك شو عم تحكي أبو كباش؟ حاطت عينه على بنت جيرانه، وأنا بصراحة أنا وأخي زهير ما ترضين. ليش شبهها بنت جيرانه؟ ما بها شيء، بس بنت عمه أولى من الغريبة. مين بنت عمه؟ مين يعني سلوى؟ ما عنا بنت عم غيرها، معقولة نتركها للغريب؟ موضوع سلوى مو مفتوح للنقاش، لساتها صغيرة. إيه لأنه صغيرة بدنا إياها، بربيها على إيده. اسمعوا عمي، الأنسب إنه يتجوز البنت اللي بيحبها، أحسن إلكن وإلو. قول ما بشرفك تناسبنا وخرصنا، حاجة تموي على الموضوع. شبك رح تنفتق بشرفك وما بشرفك؟ لك يا أخي أنت أولاد أخي، بيت النايحة أنتو، اللي بصيبكم بصيبني واللي بفرحكم بفرحني، بس في شيء بالدنيا اسمه منطق. المنطق بيقول إنك تفضل القريب على الغريب، مو بالعكس. تعال تعال لله. عمي أنا بكفيني عمك منصور، ما بدي حدا تاني يضوج علي يضوج علي يضوج علي يضوج علي. سلوى بالجامعة، وبس تخلص الجامعة هي اللي بتقرر. حطولي اكس على الموضوع. عن إذنك أونكل. لك الله يخلينا ياك يا عمي. خلص الله يرضى عليك. تعال لله، أنت شو بدك بإخواتك؟ أي شي بتحتاجه بتجي لعندي أنا. لك ديمك أنا والله ديمك. حيو عمي حيو، الله معك. شو ده النايحة دول؟ يي ضربته بدون ما اعتذر منه.